نشدت أم تهمية الأمير محمد بن سلمان وقيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بالإفراج عن ابنها وثلاثة من رفاقه الصيادين المحتجزين منذ سنوات في سجن بمدينة جازان جنوب السعودية عقب اعتقالهم منتصف عام 2018 في المياه اليمنية مع ثمانية صيادين آخرين أفرجت عنهم السلطات السعودية مؤخرا. وأفادت والدة الصياد المحتجز محمد قائد سالم فوفلي أن ابنها ذهب إلى البحر مع الصيادين لغرض البحث عن لقبة العيش بعد أن ضاق بهم الحال من ولايات الحرب والنزوح، وهو المعيل الوحيد لهم وليس لديه أي مهنة يعمل بها غير مهنة الصيد منذ أن كان صغيرا، وليس له علاقة أو صلة بالميليشيات الحوثية أو غيرها. قالت إننا بيد الله، لكن يدري محمد سلمان إنك بحالتنا ما يستعقل ولا يبزه. تسمع أباك يشتغلوا على حب الله، أنه كل الدنيا حارب وكل أخواني مش هاولون، عيالي مش يقبلون. أنا أبو كل اشتغل الخوها محررة، وأقابك يشتغل الخوها. إحنا نازحين دحنا من بقعة ثاني، نزحنا أول مرة عدنا ردينا نزحنا دحنا بين الخوها. تسمع حالة احنا حالة يدري بنا الله سبحانه وتعالى، لكن يدري محمد سلمان انك بحالي ما يستعقل ابني على ما اي سبب، ما عنده من ذنب، ما عنده من سيئة، ما حد يدري، لكن يدري ما يستعقله ولا يسجنه ولا يضربه ذاك الضرب.